متى تظل الأمة لا تريد أن تفهم الحقيقة ولا تريد أن تنصر المسلمين، لا تريد أن تؤمن أن نصرها للمسلمين بغض النظر، بغض النظر أقول عن اختلافك مع هؤلاء المسلمين، مش هاضمهم، مختلف معاهم، مش مقتنع بهم، مسلم موحد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وسني وعلى المذهب السني الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، ويصلي صلاتنا ويتجه لقبلتنا ويكبر ويسمي عند ذبيحته ويؤمن بما نؤمن به من عقيدة صحيحة مهما اختلفت. ما الذي يسوغ لك أن تتركه في هذا المعترك؟